اليوم بنتكلم عن طفل عمره 14 سنة وهو أمريكي من أصول أفريقية وانقتل بطريقة وحشية، وكانت حادثة قتل هالطفل واحدة من عمليات القتل بدوافع عنصرية، وهالموضوع كان منتشر في جنوب أمريكا خصوصا في أوائل القرن العشرين. لكنها من ناحية ثانية حادثة قتل هالولد كانت السبب في ثورة الحقوق المدنية. إيميت تيل هو اسم الولد اللي انقتل، وبقتله بدت ثورة الأمريكيين الأفارقة وأسسوا أشهر حركة حقوق مدنية. تخيلوا من انقتل هالولد هذا وابتدت أشهر حركة حقوق مدنية الطالب بنبذ العنصرية. انزين وين انقتل وليش انقتل وشنو صار بعد موته؟ هذا اللي راح تعرفونه معاي اليوم. بس قبل لا نروح حبيت أقول لكم شغلة، الفيديو راح يكون فيه بعض الصور اللي ممكن يتحسسون منها بعض الأشخاص، فإذا كنت ما تتحمل لا تكمل الفيديو. إيميت لويس تيل في 25 يوليو سنة 1941 في شيكاغو إلينوي، وكان الطفل الوحيد حق أمه وأبوه، يعني ما كان عندهم غيره، وانولد أثناء ما كان أبوه يقاتل في الحرب العالمية الثانية وانقتل هناك بالحرب. فعلشان كذي إيميت عمره ما شاف أبوه، ووالدته هي اللي تكفلت بتربيته، يعني طول عمره أمه اللي ربته، عمره ما شاف أبوه. ووالدته كانت تشتغل 12 ساعة باليوم ككاتبة في سلاح الجو الأمريكي علشان تقدر توفر فلوس حقها وحق ولدها اللي هي قاعدة ترعاه، يعني مسكينة ما عندها ولد غيره، فأكيد راح تشتغل طول اليوم علشان توفر مصاريفهم إيه وياه. ولما صار عمر إيميت 5 سنوات أصيب بشلل الأطفال، لكن تعافى وتشافى من هالمرض، واللي ظل معاه من هالمرض إنه كان يتأتئ بالكلام، يعني باللغة العربية الفصحى يتلعثم بالكلام. ونشأ وتربى إيميت في أحد أحياء الطبقة الوسطى بالجانب الجنوبي من شيكاغو. الجانب الجنوبي من شيكاغو كانوا يسكنون الأمريكان الأفارقة، وهناك بالجزء الجنوبي مكان ما تربى إيميت درس بواحدة من المدارس اللي موجودة هناك، وكانوا كل أصدقائي يقولون عنه أنه دمه خفيف. بالكويت عندنا يعني ضغيط، شلون أقدر أشرحها لكم؟ أنه يعني كان على قولة المصريين يقلش، يقط قطات مثلي أنا، يعني دمي خفيف. وكان دائما يمزح ويتغشمر مع أصدقائه، فهالشيء هذا وخفة دمه خلته يكتسب وايد أصدقاء. يعني تعرفون الصديق النكتة اللي يكون عندكم ما تطلعون بدونه، وهو اللي يسوي جو بالمكان ولحد يطيح بلسانه، هذا هو إيميت كان كذي. لكن بصيف سنة 1955 كل هذا تغير. بسنة 1955 صار عمر إيميت 14 سنة، كان بالصيف وتوه مخلص مدرسته، فراح رحلة لمنطقة ميسيسيبي، والمنطقة هذه كانت منطقة ريفية. راح هناك علشان يقضي الصيف مع أقاربه أو ناس يصيروا له. وقبل لا يروح والدته حذرته، قالت له يا ولدي دير بالك لا تتغشمر وتمزح مع الناس هناك، ترى هناك البيض ما يتحملون الغشمرة، هني ربعنا مون عليهم، نقط عليهم كلمة يردون علينا ونضحك وعادي، هناك لا يأخذون كل مواضيع جد. فيعني طول ما أنت هناك دير بالك لا تمزح وتتغشمر مع أي أحد، يعني ممكن أنك تقول كلمة حق أي أحد بحسن نية أو قصد الغشمرة أو المزاح، يعني بالمقابل ممكنهم يردون عليك بعنف. وبهالوقت كان موضوع العداء ما بين الأمريكان السود والبيض بأقصى حالاته، يعني كان واصل حده، خصوصا بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1954 بالموافقة على الفصل العنصري في المرافق العامة. يعني تخيلوا بالمدارس بالباصات بكل مكان ممنوع أن البيض يقعدون مع السود بنفس المكان، كان البيض لهم أماكنهم الخاصة والسود كيفهم، بس المهم إنه ما يتواجدون بنفس المكان اللي يكونون فيه البيض، والبيض كان لهم الحق إنهم يطردون السود من أي مكان هم يقعدون فيه. في تاريخ 21 أغسطس سنة 1955 وصل إيميت تيل ميسيسيبي ببيت عمه الكبير اللي كان اسمه موسى رايت، وعمه هذا كان مزارع ويزرع قطن، فكان إيميت دائما يساعده بحصاد القطن. وبعد 3 أيام من وصوله وبعد ما خلصوا شغلهم في حصاد القطن أو بالحقل، راح إيميت مع مجموعة من أصدقائه محل البقالة اللي قريب منهم أو السوبر ماركت الصغير، وهني تختلف الروايات باللي صار بالبقالة أو السوبر ماركت. شنو صار هناك ما حد يدري، في 3 روايات قالوها الحين راح أقول لكم إياهم. هناك بالسوبر ماركت كان في واحدة تشتغل موظفة كاشير اللي تقعد على الكاشير تحاسب،
كانت مرة بيضة اسمها كارولين براينت. يقال ان تيل وهو قاعد يكلمها لمس ايدها او خصرها، يعني قاعد يقولون انه تحرش فيها. وفي ناس يقولون بعد ما طلع تيل من السوبر ماركت، يعني وهو ماخذ اغراضه وماشي، قط عليها كلمة وغازلها. اما القصة الثالثة واللي هي اقرب للواقع واللي اكثر المصادر قالوها، ان ايمت تيل مزح معاها او تغشمر معاها وهو طالع قط عليها قطتين، خشمك ويهج، الظاهر قال لها شيء زعلها ما يندرج قايل لها. عموما ايا كان اللي صار، فايمت تيل لما رجع بيت عمه ما بلغ عمه بالموضوع، يعني ما قال حق عمه شيء، موضوع عادي ومر مرور كرام يعني. لكن بتاريخ 28 أغسطس قام روي براينت اللي هو زوج المرأة اللي كانت على الكاشير بالسوبر ماركت مع أخوه اللي كان اسمه ميلام، وراحوا بيت موسى رايت واختطفوا تيل تحت تهديد السلاح. يعني المرأة اللي كانت بالكاشير راحت وقالت حق زوجها إنه في ياهل واسمه كذي ويساكن ببيت موسى رايت، ياه وتحرش فيني أو قط علي كلمة. فراح الزوج هذا بيت موسى رايت واختطف الولد تحت تهديد السلاح. يعني من صدقكم أنتوا اثنين رايحين كل واحد طول الحمار وتحت تهديد السلاح خاطفين طفل عمره 14 سنة. المهم براينت وميلام اختفوا تيل وودوه عندهم البيت، حطوه بالمزرعة، اربطوا الولد اللي عمره 14 سنة وقاموا بضربه بكل مكان بجسمه، ما خلوا فيه مكان بجسمه صاحي. والمصيبة الأكبر انهم قاموا بخلع واحدة من عيونه، تخيلوا خلعوا عين الولد. وبعد ما ضربوه وخلعوا عينه الولد كان للحين حي. خذوه وودوه عند نهر اسمه نهر تالاهاشي، وهناك اطلقوا عليه الرصاص براسه، وبعد ما مات وهو مربوط قطوا جثته بالنهر. رايت اللي هو عم الولد راح وبلغ الشرطة وقال لهم في اثنين يو عندي البيت واختفوا الولد، وتم اعتقال براينت وميلام في اليوم الثاني. وبتاريخ 31 اغسطس سنة 1955 تم اكتشاف جثة تيل في النهر، كان وجهه مشوه ومستحيل احد يتعرف عليه، طبعا بسبب الاعتداء والعنف اللي تعرض له. تخيلوا مطقوق ومشلوع عينه مو مخلين فيه مكان صاحي وقاطينه بالنهر، فوجه الولد كان متشوه ما حد قدر يتعرف عليه. وتعرفوا عليه من خلال خاتم كان يلبسه وعليه الأحرف الأولى من اسم والده، فتعرفوا على جثته من خلال هالخاتم. هني طلبت والدة تيل أن يرجعون جثة الولد لشيكاغو، وبعد أقل من أسبوعين وصل القطار اللي شايل جثة تيل عند أمه بشيكاغو. وأول ما شافت الأم جثة ولدها انصدمت، استغربت من كمية الوحشية اللي تعرض لها الولد، فقررت إقامة جنازة مفتوحة حق ولدها، كانت تبي العالم كله يشوف اللي صار فيه. فوقت الجنازة خلت النعش مفتوح ويو آلاف الناس علشان يشوفون جثة تيل ويشوفون الوحشية اللي تعرض لها. فحضروا الناس من كل مكان هالجنازة، وهم القنوات التلفزيونية والصحافة، الكل كان موجود. فانتشرت صورة جثة تيل المشوهة بكل المجلات بأمريكا، منها مجلة جت ومجلة شيكاغو ديفندر، وكانوا من المجلات المشهورة بوقتها. وصار مقتل هالولد نقطة تجمع لحركة الحقوق المدنية. حادثة مقتل تيل واللي انشرته أمه على اللي صار فيه شجع الأمريكان الأفارقة أصحاب البشرة السوداء على الانتفاضة. بالفترة اللي سبقت مقتل تيل كانت عمليات القتل تمر مرور الكرام، ما حد كان يسأل عنهم وما حد كان يتجرأ إنه يفتح حلقة بكلمة. لكن بعد مقتل هالولد والوحشية اللي تعرض لها، تخيلوا انتفاضة أصحاب البشرة السوداء ما كانت من أمريكا بس، كانت حول العالم كله، والكل رفع لافتات تحمل صورة تيل، الكل كان شايل صور هالولد المسكين. فيعني قرار الأم بعرض جثة ولدها وإنها تخلي العالم كلهم يشوفونه ويشوفون كمية الوحشية والقسوة اللي تعرض لها قبل لا يموت، هي اللي حفزت حركة الحقوق المدنية. فيعني مجرد ما انتشرت الصور بالمجلات وبالتلفزيون خلاص ما في مجال انهم يتجاهلون هالوحشية، وما في مجال انهم يسكتون اكثر من كذي. وقامت حادثة جر حادثة، وكل مالهم الامريكان الافارقة اصحاب البشرة السوداء المساكين المضطهدين يوقفون بوجه البيض بامريكا، خلاص ما قاموا يتحملون. فبعد كم شهر من اغتيال ايمت تيل، في واحدة اسمها روزا باركس. روزا هذه كانت ناشطة من اصول افريقية امريكية، ومن اشهر المطالبات بالحقوق المدنية للامريكيين الافارقة. روزا هذه كانت راكبة بواحد من باصات النقل العام، وامريكا بهالوقت مثل ما قلت لكم كانوا يفصلون البيض عن السود، البيض كانوا يقعدون قدام بالباصات والسود يقعدون ورا. فيات روزا هذه وقعدت قدام، يو قالوا لها قومي قعدي ورا، ما رضت وما تخلت عن كرسيها، قالت ما اقوم، يا انا يا انتم، كيف يا كرسي ومكاني انا كيفي، غير شغلة هذه قومي قعدي ورا، انتم شكو فيني عصبت انا مع السؤال بتخليني أعصب. فبعد هالحادثة هذه ابتدت حملة مقاطعة حافلات مونتغومري، وهي حملة سياسية اجتماعية ضد سياسة الفصل العنصري في وسائل النقل العام، وخصوصا في ولاية ألاباما. هي ابتدت هناك في ألاباما، وهالحادثة كانت من الأحداث السياسية اللي سوت فرق كبير في حركة الحقوق المدنية. وتقول باركس اللي كانوا يبي يقومونها من كرسيها بيقعدونها ورا، إن حادث قتل تيل وهو اللي عطاها دافع وخلاها ما تبي تقوم من مكانها وتسوي كل هالبلبلة هذه. قالت الولد
اقتلوه وشوهوه علشان قال كلمة، وأنا الحين بيون يشيلون من مكاني، لا والله ما أقوم. يلا سووا فيني اللي تبونه، بشوف شنو بيصير. أكثر من هالولد المسكين اللي عذبته، شلعتوا عينه. فمثل ما يقولون، حادثة قتل تل إيه اللي ألهمتها واللي خلتها تقوم بهالحركة واللي أدت لمقاطعة النقل العام. فمثل ما يقولون، كانت الشرارة مقتل إيميت تل. فطلع قانون في سنة 1964 يمنع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي في ممارسات التوظيف، إضافة إلى منع الفصل العنصري في المدارس ومقرات العمل والأماكن العامة. تخيلوا كل هالأماكن هذه وكل هالأشياء هذه كانت من حق البيض، وكانوا يفصلون البيض عن السود فيها حتى بالمدارس. أدري الحين بتقولون لي طلعتنا شوي من الموضوع وقمنا نتكلم عن موضوع الفصل العنصري والعنصرية وشون خذوا حقوقهم. برجع معاكم الحين وبقول لكم شنو اللي صار بمحاكمة تل، بس مسكوا أعصابكم شوية. في 19 سبتمبر سنة 1955 ابتدت محاكمة قتلة تل، ومن خلال منصة الشهود تعرف رايت اللي هو عم إيميت تل على اثنين اللي اخطفوا الولد. يابوه على منصة الشهود، حطوهم قدامه، قالوا له هذيل اللي اخطفوا الولد؟ قال لهم ايه هذيل، هم تعرف عليهم، شايفهم عدل يعرفهم. وبعد 4 أيام من مناقشة الشهود بالقضية، وبعد مداولات زادت على الساعة بشوية، تخيلوا قضية قتل وتشويه مداولاتها ساعة، برأت هيئة المحلفين اللي كانوا كلهم من البيض براين توميلا من جميع التهم. تخيلوا هيئة محلفين كلهم من البيض، لأن بذيك الأيام السود كانوا ممنوعين هم يكونون بهيئة المحلفين، فأكيد يعني هيئة محلفين كلهم بيض والمقتول مسكين أسود، فبرأوهم من جميع التهم. أنا مستغرب شلون قدروا يبرؤونهم، وين القضاء العادل مالكم؟ لكن بعد 50 سنة، وتحديدا في سنة 2004، رجع مكتب التحقيقات الفيدرالي وفتح القضية، ومع أن براين توميلام اللي هم المتهمين ميتين من وقت طويل يعني، واستمر التحقيق بالقضية لمدة 3 سنوات. تم استخراج جثة تل وقاموا بتشريحها، قالوا يمكن بعد التشريح يلاقون شيء ويضيفون تهم جديدة حق براين توميلام، ما أدري شو الفائدة، ميتين متحللين، إيش تبي تسوون فيهم يعني؟ لكن بعد التشريح ما قدموا أي تهم جديدة، ما في شيء جديد. نفس اللي انقال قبل انقال اليوم. لكن شقيق ميلام اللي هو واحد من المتهمين بقتل تل اعترف ان اخوه كان متورط بهالجريمة، فبعدها اكدوا ان ميلام وبراينت هم اللي قتلوا تل. عقب شنو؟ ودي اعرف انا عقب شنو. اوكي انا متأكد يمكن الولد ما اخذ حقه بالدنيا، بس ربنا ما راح يخلي حقه. فبعدها تم دفن تل مرة ثانية وحطوه بصندوق جديد، وبسنة 2009 تم التبرع بنعش تل حق متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ والثقافة. يعني سبحان الله، شوفوا مقتل ولد صغير عمره 14 سنة سوى انتفاضة بالعالم كله، ودليل ان حادثة قتله ما مرت مرور الكرام هذا احنا لليوم نتكلم عنها، وموجودة هالحادثة بكل كتب التاريخ، ومستحيل ان اي يوم وننسى فيه إيميت تل. يا جماعة، العنصرية لها وايد اشكال، في عنصرية اللون، عنصرية الدين، عنصرية الجنسية، وكلها اشياء لا ربنا ولا رسولنا وصلنا عليها، بالعكس ديننا الاسلامي اكثر دين خلى الناس سواسية. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فيا ريت نوخر عن العنصرية ونحب بعض مهما كان لوننا، مهما كان مذهبنا، مهما كان ديننا. ترى والله العظيم الإنسانية ما في أحلى منها. ولهنا وصلنا حق نهاية هالفيديو، أتمنى أنه عجبكم. إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا كنتوا من ربعي وحبايبي القدم لا تنسون اللايك، ودزوا الفيديو حق كل اللي تعرفونهم، سووا لي شير، محتاج منكم دعم. وبالنهاية أقول لكم أحبكم وايد، يعطيكم الصحة والعافية. كان معاكم أخوكم فارس عاشور، مع السلامة.